نبث الآن في هذه المحطة اليومية من برنامجنا عمان اليوم عند أكاديمية العلوم، وهذه دعوة للتسجيل في هذه الأكاديمية للطلاب أو الأطفال من عمر 13 إلى 17. وفي هذه الدقائق معنا الأستاذة سعاد بنت سرور البلوشية، اختصاصية إعلام بمجمع الابتكار مسقط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتحدثنا عن أكاديمية العلوم للطلبة وكيفية الانضمام لهذه الأكاديمية، وما الجدوى أيضا التي سيحصل عليها المنضمين للأكاديمية. أستاذة سعاد صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا على هذه المساحة. الله يسلمك يا رب. لنتحدث أولا عن هذا البرنامج التعاوني كنموذج يحتذى به لتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وهو برنامج أكاديمية العلوم. نعم، في الحقيقة برنامج أكاديمية العلوم يأتي تأسيسه بشراكة ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ممثلة في مجمع الابتكار مسقط، وأيضا وزارة المالية وشركة إريكسون السويدية، وكذلك شركة عمان تل. طبعا الهدف من تأسيس هذا البرنامج اللي هو يؤسس لأول مرة على مستوى السلطنة، يأتي ليواكب توجهات السلطنة بوضعها في مصاف الدول المتقدمة ورؤية عمان 2040 بالتحول المعرفي والتقني والرقمي، وبالتالي الهدف منه تزويد الطلبة بالمهارات والممكنات اللي تساعدهم على توظيف مهارات المستقبل المتعلقة بإنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة، في حل إشكالات أو التحديات المستقبلية في هذا الجانب. قوة الشراكة مع القطاع الخاص تتمثل في أن راح يكون يعني في تبادل خبرات للجانبين، البرامج راح تقدم من قبل المؤهلات الموجودة في القطاع الخاص، وبالتالي راح يكون نقل للمعرفة، وأيضا تمكين هؤلاء الشباب أو المواهب العمانية وإلهامهم بما يخدم التحول الرقمي المقبل. نعم. طيب إيش هي يعني كيف سيتم تمكينهم هؤلاء الشباب، أو هم يعني صغار من 13 سنة إلى 17 سنة، كيف سيتم تمكينهم وتأهيلهم لهذه البرامج؟ التمكين راح يتم من خلال تشجيعهم للانضمام إلى هذه البرامج التي يعني تضم تحت مظلتها خبراء وأيضا طلبة من مختلف دول العالم، الأمر اللي يساعدهم على تبادل المعرفة. أيضا تمكينهم من خلال تطوير مهاراتهم في البحث والابتكار وتحويل الأفكار إلى منتجات ملموسة، إلى خدمات واقعية، إلى تطبيقات يعني تلامس الاحتياجات الحقيقية. نعم. طيب ما هي شروط القبول ومعايير الانضمام للبرنامج؟ برنامج أكاديمية العلوم طبعا هذا واحد من ضمن مجموعة من البرامج الأخرى اللي راح تكون تحت مظلة مركز الامتياز لتقنيات الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء. البرنامج هذا بشكل أولي يستهدف الطلبة الأعمارهم بين 13 إلى 17 سنة من الجنسين وأيضا من مختلف محافظات ومناطق السلطنة. هذا البرنامج يعني يركز في الحقيقة على الطلبة اللي عندهم مهارات أو قدرات عالية فيما يتعلق بمواد الرياضيات والإنجليزي وأيضا الهندسة. طبعا احنا وردتنا وايد تساؤلات عبر الإعلان لما نشرناه في حسابات التواصل الاجتماعي، ليش البرنامج باللغة الإنجليزية؟ لأن البرنامج يعني يتم من خلال أكاديمية العلوم في نيويورك، وأيضا بالارتباط مع مختلف دول العالم الطلبة راح يكونوا متنوعين ومختلفين الجنسيات. لذلك تم توحيد اللغة على أساس أنها الإنجليزية. إحنا هدفنا استقطاب 100 طالب للعام الأول اللي هو 2022 و100 طالب للعام التالي 2023. الدعوة لا زالت مفتوحة للتسجيل. طبعا التسجيل عبر الموقع يكون للمركز الامتياز أو صفحتنا اللي هي عبارة عن
https://ceoipm.com. التسجيل لازم يعني يكون بمعية ولي أمر الطالب، لأن في بعض التفاصيل أو الأسئلة اللي ممكن الطالب أو الطفل ما يقدر يعبيها، وطبعا هي باللغة الإنجليزية وعلى مرحلتين. لما ينتهي من المرحلة الأولى راح توصل رسالة عبر البريد الإلكتروني وفيها رمز الإحالة اللي هو إيركسون، بحيث أنه يدخله لاستكمال تعبئة بيانات المرحلة الثانية. نعم. وآخر يوم للتسجيل 30 ديسمبر، 31 ديسمبر. طيب هذه 100 طالب يعني هل سيتم فرزهم ولا هم كلهم راح يعتبروا مشاركين في نيويورك؟ بشكل أولي إحنا محتاجين أكثر من 100 طالب، لكن اللي راح ينضموا للبرنامج فعليا 100 طالب. يعني العام الأول نعم من سلطنة عمان 100 طالب. راح يكون نظام الدراسة فصلي. طبعا وردت أيضا استفسارات فيما يتعلق بيمكن تزامن هذه الحصص مع وجود الطلبة دراستهم. أود التذكير والإشارة والتأكيد على أن الدراسة راح تكون بنظام الساعات المرنة والحرة، بمعنى أن تقسيم هؤلاء الطلبة راح يكون لمجموعات، كل مجموعة راح تعطى تحدي معين فيما يتعلق بالاتصالات المتقدمة، وراح يحددوا وقت أو ساعات معينة من الأسبوع. ممكن يعني يختاروا الجمعة أو يختاروا السبت، وتكون افتراضية أونلاين، ويتم يعني تبادل الخبرة والسعي لحل هذا الإشكال. نعم. طيب الفائزين بالتحدي يعني كيف سيتم مكافأتهم؟ نعم طبعا المؤهلين أو الطلبة اللي راح يتأهلوا لاحقا راح يتم منحهم شهادة معترفة من أكاديمية العلوم بنيويورك، وأيضا فرصة حضور عدد من حلقات العمل الافتراضية اللي راح تتم بالتعاون مع الأكاديمية ومختلف الطلبة حول العالم. كذلك الفرق المتأهلة راح يكون لها فرصة حضور مؤتمر ستيم في نيويورك. نعم. طيب وبعد هذه المرحلة أيضا يعني بعد عودتهم وبعد يعني اجتيازهم للتحدي هنا في السلطنة كيف سيتم الاستفادة منهم؟ نعم من خلال التنسيق مع بعض الجهات أو الأطراف الأخرى، وتحديدا وزارة التعليم العالي كونها هي يعني المعنية بهؤلاء الطلبة، راح يكون في مجال أن هذا الطلبة يقدموا أو يتبادلوا الخبرة والمعرفة اللي اكتسبوها في البرنامج مع زملائهم الطلبة من خلال تنفيذ ورشات وحلقات عمل. أيضا المركز الامتياز راح يستمر في تقديم دوراته وبرامجه وأنشطة اللي راح تتيح المجال لمثل هؤلاء الطلبة على أنهم يشاركوا ويساعدوا في نقل المعرفة للآخرين. نعم. أيضا النقطة المهمة أن الطالب يعني كل ما تقدم مستواه التعليمي راح تكون عنده فكرة فيما يتعلق بريادة الإبداع، تحويل الأفكار، توظيف التقنيات، وبالتالي راح ممكن يخرج من الدبلوم العام وعنده فكرة يعني راح يسعى أو يطمح أنه يحولها إلى واقع من خلال التحاقه في هذا البرنامج. نعم. نلاحظ أن الأعمار متفاوتة يعني من 13 إلى 17، يعني هل سيكون البرنامج موحد لكل الفئات ولا مبني على فئات معينة؟ البرنامج يضم هذه الفئات وراح تكون يعني بمجموعات، والمجموعة ممكن تضم مثلا طالب عمره 14 مع طالبة عمرها 16 سنة، كونهم الفئة العمرية الأكثر الآن قابلية للتعلم ويواكبوا التحول اللي صاير حول العالم. نعم. هذا أول تعاون معكم مع أكاديمية نيويورك للعلوم؟ نعم هذا التعاون الأول وتأسيس هذا المركز لأول مرة في السلطنة، وهذا البرنامج يطلق لأول مرة. نعم. في تعاون بينكم بين المدارس أو تنسيق يعني الاهتمام أو التركيز على هؤلاء الطلبة اللي راح ينقبلوا؟ نعم في تنسيق مباشر مع وزارة التربية والتعليم، مشكورين ساعدونا في توجيه دعوات للطلبة اللي مستوياتهم مرتفعة في مواد الستيم، وأيضا مخاطبة عدد من أولياء الأمور، كذلك تفاعلهم معنا في حسابات التواصل الاجتماعي وموضوع النشر الداخلي للمديريات والدوائر. نعم. إذن يعني أترك لك المجال أستاذة سعاد أنك يعني
توجه الدعوة للطلبة، توجه الدعوة لأولياء الأمور، يعني تعطيهم كذا صورة مبسطة عن هذا البرنامج لكل من لم يعرف به بعد. نعم، أنا من خلال طبعا إذاعتكم الموقرة أتمنى من أولياء الأمور تشجيع أبنائهم على الالتحاق في هذا البرنامج كفرصة، وأيضا مشاركتهم الحماس وشغف موضوع التعلم والولوج إلى عالم الاتصالات المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، الأمر اللي حتما راح يساعدهم مستقبلا لحل كثير من التحديات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله. نعم، يعني أفهم من كلامك أن الطلبة اللي هم عندهم الميول للرياضيات وللعلوم يمكن هذا البرنامج يلبي شغفهم. نعم بالضبط. إن شاء الله كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا، وفعلا تجدوا 100 طالب متميز يشارك في هذا البرنامج، والأهم أيضا أن يكونوا أيضا متميزين لدى التحاقهم بأكاديمية العلوم بنيويورك. يعني راح يكون أونلاين الدراسة. نعم، افتراضية. نعم افتراضية. نعم، واحنا عبر صفحات، بس عذرا على المقاطعة، احنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي حساب مجمع الابتكار مسقط في تويتر نرحب بأي استفسار من أي ولي أمر، وعندنا فريق موجود وحاضر ومستعد على أنه يتواصل مع ولي الأمر في حال يحتاج أي مساعدة فيما يتعلق بالتسجيل. نعم إن شاء الله، يعني الجميع استفاد من هذه المقابلة معك ووضحت لهم الصورة لأولياء الأمور، وشكرا جزيلا لك الأستاذة سعاد بنت سرور البشير. شكرا لكم على هذه الفرصة. الله يسلمك، حياكم الله يحييك. الأستاذة سعاد اختصاصية إعلام بمجمع الابتكار مسقط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكانت معنا الحديث عن التسجيل في أكاديمية العلوم.